السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في كل مكان. الفيديو دوت هنتكلم فيه عن اختيارك للمكنة، ازاي تختاري مكنة تشتغلي عليها في البيت، خاصة اذا كانت المكنة صغيرة مش صناعي. كتير منكم بيسألوني مدام امل احنا عايزين نشتري مكنة، بالله عليك تقولي لنا ايه المواصفات اللي احنا نقدر نشتري بيها المكنة. طبعا انا هتكلم دوت من معيار تجربتي مع كورس الاسكندرية. لما انا نزلت اسكندرية اتعرضت لمواقف عند شراء المكن، فطبعا لفيت على اصحاب محل كتير ومعارض كتير علشان نعرف ايه مواصفات المكن المطلوب لحضرتك علشان تقدري تشتغلي عليه. من خلال التجربة ديت انا استفدت شيئين. استفدت ايه؟ استفدت ان لما حضرتك تروحي تجيبي مكنة، لو عزمتي ان هي ان انت تروحي تشتري مكنة، نصيحتي الخاصة، انا طبعا اسماء المكن بتختلف من بلد لبلد. مثلا احنا هنا عندنا في الامارات، بحكم ان انا مقيمه حاليا في الامارات، عندنا في الامارات في المكن الاصلي وفيه التقليد، يعني في ياباني وفي صيني، حتى اذا كان مستعمل، حتى المستعمل لما بنجيبه ممكن ان احنا نحصل مكنه هنا ياباني، بس بتكون الكهرباء بتاعتها غير مثلا الكهرباء بتاعت الامارات، فبنجيب لها محول. يعني الفكره ان موجود كل انواع المكن هنا، سواء حضرتك عايزه مكنه رخيصه او عايزه مكنه غاليه او عايزه مكنه مستعمله. طيب لما نزلت اسكندريه ايه اللي صار؟ احنا عندنا في مصر بصفه عامه المكن اللي عندنا المستورد هو صيني، هو الموجود عندنا صيني، مفيش ياباني، انا ما حصلتش حاجه يابانيه او حاجه غير الصيني. المستورد عندنا في مصر اللي هو الصيني. طيب ايه مواصفات المكنة اللي لما احب اشتري مكنة اروح اشتريها؟ حضرتك لما تروحي تشتري مكنة، النصيحة اللي انا هقولها لك، اولا لاني انا مش عارفة الاسماء بتاعت المكن كلها اللي موجودة عندنا، انا نزلت طبعا كنت متخيلة ان في انا المكنة اللي انا عارفاه اللي هو السنجر، البرازر، المكن الاصلي، اللي هي اسماء الشركات الموجودة المعروفة والمشهورة والمعتمدة. لما نزلت لقيت لا، اسماء المكن اختلفت تماما، في مازر، في معرفش بازر، في ايه، المهم يعني حتى ممكن تلاقي تبقى المكنه مكتوب عليها برازر، انت تشوفيها اول ما تشوفيها لان عينك اخدة على كلمه برازر، فانت تشوفيها تشتريها على انها برازر، وهي ما تطلعش مكنه برازر، تطلع اصليه، بيبقى حرف متغير، حرفين متغيرين، يعني هو دوت المتواجد عندنا. طيب انا دلوقتي بحكم ان انا مبتدئه وعايزه اروح اشتري مكنه، ايه اللي المفروض اعمله؟ اولا لما تيجي تساليني مدام امل ايه المكنه اللي انا هتشتريها، هقول لك اوتوماتيك معرفش، وده مش بكذب عليكي، او انا يعني بقلل من شأني ان انا اقول ان انا خياطه او بعلم الخياطه ومش عارفه اسم مكنه، لا فعلا انا معرفش. اللي هيعرف دوت مين لما تروحي تشتري مكنه؟ بتروحي تسالي واحد فني معتمد، ايه المكن المتواجد دلوقتي او اسم المكنه المتواجده دلوقتي عندك، عارف ان المكنه ديت مواصفاتها تنفع لواحده مبتدئه. وطبعا لما تروحي تسالي، يعني ايه بقول لك روحي اسالي فني، بيبقى في كل مكان في واحد فاتح محل بيصلح، بس شغلته ان هو يصلح مكنه، حتى اذا كان بيبيع مكن جنب منه بتبقى مكنه ولا اتنين وبيجيب لك بالطلب. اللي انا اقصده بالفني، مش هقصد الفني اللي موجود في المحل اللي حضرتك هتروحي تشتري منه، الفني اللي موجود في المحل اللي انت هتروحي تشتري منه المكنه، لما تيجي تساليه هيقول لك على اللي يخدم صاحب المحل. ليه؟ لان ولاؤه لصاحب المحل وللمكان اللي بياكل فيه عيش، صح كده؟ مش ولاؤه ليكي، مش عارف ان انت كمبتدئه قد ايه بتعاني ان انت تشتري مكنه وانت مش عارفه تشغليها، مش عارف يعني ايه مبتدئه تحط رجليها على المكنه، المكنه من اول وهله تقطع الابره وتعمل دروبات معاها شديده وتبقى محتاسه وتقولي الحقيني، هو مش عارف، هو عايز ياكل عيش وولاؤه لصاحب المحل مش لحضرتك، مش هو ده اللي اقصده، اللي اقصده المحل اللي فاتح بيصلح المكنه. بتروحي تساليه ايه افضل اسم مكنه متواجد دلوقتي، خلاص ما عادش بقى المكن اللي احنا الواحد كان عارفه. طبعا انا مقيمه في الامارات اكتر من 10 سنوات، فخلاص ما بقتش ملمه بالمكن في القاهره او في اي مكان، الاسماء اختلفت، وهو دوت اللي كنت بقوله لكم، بقول لكم الاسماء بتختلف من بلد لبلد، وصار كمان الاسماء مش بتختلف من بلد لبلد بس، لا ده يعني المكن بقى فيه طفره من الاسماء، ما عدتيش تعرفي ايه المكنه الكويسه وايه المكنه اللي مش كويسه غير بالممارسه.
فانت لما حضرتك هتسالي الفني، الفني هيقول لك هاتي اللي اسمها سين او اسمها صاد او اسمها، لما حد بيسالني بقول له هاتيها براذر، هاتيها سنجر، الاسماء المعهوده اللي انا عارفاها طول عمري اللي انا عارفاها، هاتي جوكي اللي انا عارفاه. دلوقتي بقت الاسماء مختلفه تماما، مختلفه تماما. طيب انت روحتي سالتي وجبتي مكنه، نصيحتي ليكي بقى ما تشتريش المكنه اللي الطاره بتاعتها، يعني ايه الطاره؟ الطاره اللي هي العجله اللي بلفي منها المكنه، بيبقى فيها طاره، دي بيبقى فيها طاره صغيره او اسطوانه صغيره، بتفكيها او بتقفليها لما تيجي تملي المكوك. المكنه دي ما تشتريهاش. ليه؟ لان المكنه دي لما حضرتك بتشتريها وانت شغاله، الطاره اللي جوه الصغيره دي بتفتح، فتلاقي المكنه فجاه وقفت منك وانت مش عارفه المكنه وقفت ليه، وتفضلي تدوري. مع الوقت الربطه دي والفكه دي بتنعم السنون، فبتخلي المكنه تفتح غصب عنك وانت شغاله، تلاقي نفسك اتعرضتي لدروب شديد وانت شغاله في المكنه. فانا نصيحتي انا كامل ما تشتريش المكنه ديت. وطبعا لما هتيجي تشتري، اشتريتي المكنه وبتقولي لي مدام امل المكنه عماله تقطع مني والمكنه، انا قلت لك قبل كده المكنه ليها اربع اشياء لما تيجي تشتريها، لما يحصل معاكي ان الفتله بتقطع منك ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتشيكي على وضمه الدايره الكامله بتاعه وضمه المكنه، بتشيكي اذا كان الخيط دوت وانت بتشديه الخيط ده قايط، يعني بقاله فتره مركون فبيقطع من حاله من غير ما يعني تشدي شده بسيطه تلاقيه اتقطع منك. بتشيكي على الابره، الابره يمكن فيها رايش، يمكن لما الابره اتكسرت من حضرتك وجيتي تركبيها مره ثانيه ركبتيها بآليه خطا. رابع حاجه بتشيكي عليها المفكوك من تحت، بيت المكوك من تحت بتشيكي عليه، بتشوفيه، بتاكدي هل الفتله اللي طالعه منه طالعه بسلاسه، طالعه سهله، ولا طالعه مشدوده. لو مشدوده في مسمار في بيت المكوك، احنا الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده بس احنا بنقوله معلومات سريعه وعامه. ليه؟ لان انا لسه لحد الان انا مرتبطه بمجموعه اسكندريه اللي اعطيتهم الكورس، فانا مرتبطه بيهم، فمشاكلهم اليوميه اللي بقراها من كتاباتهم هي نفس المشاكل في المكنه. يا مدام امل المكنه بتقطع، المكنه مش عارفه اظبط غرزها، المكنه بيتفتح الطاره بتاعتها ديت تروح المكنه عامله لي دروب مره واحده بتروح واقفه، انا مش عارفه اتعامل. فانا بكتسب خبره في المكن اللي موجود دلوقتي عندنا في مصر من البنات اللي انا اعطيتهم الدوره او اعطيتهم الكورس في اسكندريه، فانا بكتسب خبره منهم دلوقتي. يعني سبحان الله بشوف المشاكل اللي هم بيقعوا فيها علشان انوه للجميع علشان المشاكل ديت ما تبقاش مشكله عامه وتبقى كلنا بنقع فيها كمبتدئات. وطبعا مش عايزه اقول لك صاحب المحل لما بيبيع لك المكنه، انت بتروحي تجيبي المكنه دي على حسب امكانياتك انت، مش على حسب امكانيات صاحب المحل. صاحب المحل بيقول لك انت عايزه مكنه في حدود كام يا مدام، فانت بتقولي له والله انا امكانياتي المكنه السعر الفلاني، عايزه في الرينج ده من يعني عايزه في الرينج ده في امكانياتي دي. فصاحب المكنه بيديك المكنه على حسب امكانياتك وعلى حسب ما هو شايف السحب عليها قد ايه في السوق. فعاده اللي بيكون السحب عليه كتير هو السحب هو المكن اللي سعره شويه قليل عليكي، او السعر اللي انت تقدري تشتري بيه هو ده السعر اللي صاحب المكن او صاحب المحل او المستورد هو ده بيحدد على حسب ما هو شايف الناس بتشتري من النوعيه دي قد ايه. اوقات تكون الناس بتشتري من النوعيه دي مش عشان جوده النوعيه دي، لا خطا، بتشتريها على حسب امكانياتها الماديه وده المتواجد حاليا. خلاص؟ طيب المكنه لما تيجي تشتريها لازم تكون المكنه من جوه معدن، ما تكونش بلاستيك. اي مكنه بلاستيك بتشوفي هتشتريها ما تشتريهاش، مكنه قلبها بلاستيك من جوه اي حاجه تتكسر فيها معناها اللي ملهاش قطع غيار، يعني معناها اللي انت اشتريتي رحت اشتريتي مكنه معديه ثمنها ل 2000 جنيه او من 2000 وطالع وفي الاخر هيتكسر منك ترس او يتكسر منك حاجه فيها هتروحي تكبيها في الزباله مش هتستخدميها مره ثانيه. فبتاكدي على صاحب المحل المكنه ديت افتحها لي عايزه اشوفها هي من جوه معدن ولا بلاستيك. طيب حبيتي تشتري مكنه مستعمله، المكنة المستعملة نهائيا كنصيحة مني أنا، مني أنا شخصيا، المكنة المستعملة نهائيا ما تشتريها. مكنة مستعملة نهائيا ما تشتريها. ليه؟ المكنة المستعملة اللي هتبيعها حبيبتي هتكون هي أصلا خربانة عندها مش عارفة تشغلها، بتروح
عفوا، فبتروح توديها لصاحب المحل، صاحب المحل بيصلحها قدر المستطاع، بيخليها شغاله وبيبيعها. تيجي واحده منتجيه زي حضرتك، اول ما تحط عليها يعني اول ما تحط رجليها على الدواس تشتغل بيها يومين ثلاثه، يمكن ما تكملش منها اول ساعتين ثلاثه، يومين ثلاثه وتلاقي المكنه خربت. طب ترجعي له تاني يقول لك انا مش مسؤوله عنها، انا اعطيتها لك لما اشتغلت، لما اخذتيها سليمه، انا ما اعرفش انت عملتي فيها ايه. فصار انت لما هتجيبي مكنه مستعمله يعني انت بترمي فلوسك في الارض، خلاص يعني انت بترمي فلوسك في الارض. فنصيحه مني ما تجيبيش مكنه مستعمله نهائيا، اصبري شويه لما حالتك الماديه تتحسن وتقدري تجيبي مكنه جديده، وتجيبي مكنه جديده مره واحده. طيب الناس اللي بيقولوا لي مدام امل انهي افضل، المكنه الصناعي ولا المكن المنزلي؟ انا بالنسبه لي المكن الصناعي افضل، بس هل انت كمبتدئه هتعرفي تشغلي مكنه صناعيه بمجرد ما تحطي رجليك على الدواس تلاقيها جرت منك؟ لا ما ينفعش. فالبديهي ان انا اجيب مكنه منزليه رجليا تتدرب عليها شويه، اخد على الدواس اعرف يعني ايه اشغل المكنه، اعرف يعني ايه اتحكم في المكنه، اعرف يعني ايه المكنه انا اللي اسوقها مش هي تسوقني. انا دايما بشبه المتدربات بتاعتي، احيانا احنا كتير كتير بنروح نجيب لبس اول ما تلبسيه تحسي ان هو مش متطبع بجسمك، انت مش لاقيه نفسك فيه، بس تلبسيه شويه شويه مع الوقت لا تحسي ان هو اخذ ملامحك واخذ طباعك، تحسي لا لا الموديل اللي انا لابسيه ده هو فعلا اللي ماشي عليا. نفس الحكايه المكنه، انا دايما ودائما وابدا بقول لمتدرباتي سوقي انت المكنه ما تخليش المكنه تسوقك، سوقي انت المكنه ما تخليش المكنه. يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني تدربي على المكنه كويس، تعودي عليها، اخدتي عليها، عرفتي تشتغلي، في الحاله دي تقدري تجيبي مكنه صناعي وانت مرتاحه، ما عندكيش مشكله، كل اللي محتاجاه ان انت توفري لها مكان. خلاص دي نصيحتي لحضراتكم عند شراء اي مكنه. يمكن حد يحسها نصيحه مش ذات قيمه، بس انا حساها نصيحه ذات قيمه من التواجد بتاعي مع تدريبات اسكندريه، فدي اللي انا طلعت منه من موضوع المكن وشراء المكنه. لو حبيت اقول حاجه للي بيبيع المكن، بائع المكنه، من فضلك وانت بتستورد المكنه او انت بتبيع لأي زبون عندك هتجيب المكنة، خليك عارف ان هي ما جبتهاش بالسهل. نمرة واحد كان القرار عليها مش سهل ان هي تجيب مكنة، ان هي مبتدئة وان هي هترجع لك بالمكنة دي 3-4 مرات في اول اسبوع، هترجع لك بالمكنة دي 3-4 مرات. فحضرتك ياريت يكون بالك طويل شوية على المبتدئة اللي هي هتشتري المكنة لأول مرة ولسه لأول مرة هتستخدمها، وفي نفس الوقت ياريت انا عارفه ان لما احنا بنستورد اي مكان او اي حاجه فبنحاول نجيب حاجات شويه رخيصه علشان تكون في متناول الاسعار، متناول الجميع. بس برضو حتى لو انا حبيت اجيب مكنه في متناول الجميع، من فضلك تكون المكنه دي جيده، مش هنقول ممتازه، بس هقول لك تكون المكنه دي جيده، بحيث ان انا كمبتدئه معنيش المعاناه اللي انا شفتها مع بناتي في اسكندريه علشان اقدر اشغل مكنه. يا رب يكون الفيديو دوت تستفيدوا منه باي قدر من المعلومات ويكون فايتكم، وشكرا وبشوفكم في الفيديو القادم.